أعزائي المشاهدين، والنهاردة حلقة جديدة وهي حلقة النبطش. الجو حر نور. مفيش مناديل عندك هنا في العربية؟ لا والله مخصوص للأسف. ده اسمه كلام؟ نعمل إيه يا باشا؟ العربية حلوة زي دي كده مفيش مناديل. حبيبي يا باشا وصباح الجمال، اسمك الكريم إيه؟ اسمه ميسرة. ميسرة؟ بسم الله ما شاء الله. منور الدنيا يا عم ميسرة. عم ميسور دي امبلهين بقى يلا ده ايه اللي فيه امبلهين حلو اهلا صل على النبي يا عم ميسور لا ده انت في الدماغ عاليه قوي ارفع الشعاله طب بقول لك والاستاذ سلام حضور استقبال الاستاذ ميسور ايوه الاستاذ ميسور واحد ايوه الاستاذ ميسور اثنين تمام الاستاذ ميسور الجامد لوحدك ولا انت الاستاذ ميسور ادوس على الزرار من ايه افصلك من ايه ميسور ميسور ميقيع الاستاذ ميسره منور وحضر منور وقال سنه فرحنا باسم الصحبه الطيبه باسم الجامع السعيد كله من حبنا حبنا سر بتاعنا متاعه ومن كرينا كرينا احنا معانا اجتماع وتلا لا 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 امسك الطاره بس يا باشا ما انا ماسك الطاره انت قلقان من ايه؟ ده احنا مش قلقان من حاجه ما بقلقش انا بنحتفل اقسم بالله شغل حاجه بقى شغل حاجة؟ انا هشغل لك احلى حاجة في الدنيا يا باشا حبيبي عد يا باشا اركب يا باشا اركب هتعرف حالنا يا باشا احلى مسا احلى مسا احلى مسا عليك يا باشا واحنا معانا اي حد احنا معانا الاستاذ ميسرة يا صباح الهنا والسرور صباح الهنا اربع شعارة طبالة والاستاذان سلام حضور استقبالنا والاستاذ ميسرة يلا واحد مالوش تاني العدد تلاتة الصحبة المربعة خمسة وش العاد ستة كارعة اللي بعد الستة ثمانية اللي بعد منهم تسعة الخير عشرة العشرة الطيبة ولا يا ولا يا عرباوي ولا يا ولا من القهاوي ولا يا ولا يا باشا يا باشا 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 النقطة باشا ما تكسبناش نقطة يلا يا باشا بس يا باشا يلا يا باشا انا لو هنقط لو هنقط هنقط عشان المزة دي وماله يا باشا بس يا باشا ده احنا كلنا تحت امرك وتاخدوا بقى اتهور يا باشا اتهور يا باشا اديني الكتيات اديني الكت وانا احبك تاني تعالى غني لا 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 انا بدات اتعب باشا 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 الطلاق جرب يا باشا جرب يا باشا جرب يا باشا جرب يا باشا اتهور اتهور عشان خاطر عيونك بس اتهور الله يبارك لك الله اكبر بالله مش شرابين دي كمان شرابين دي كمان
الزبون دلع الزبون يا ابو ميسره ده بتاع الفول والطعميه يا ابو ميسره اه وسع جدع يا جدع وسع بنحبك يا ابو ميسره يا جامي الله 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 رحاب طبعه رحاب طبعه رحاب طبعه يا باشا انا جدع انت جدع منك ليه في ايه يا باشا يا جدع انت جدع اللي انتوا بتعملوه ده يا عم بنحتفل بيك مالك بتحتفلوا ايه اوعى ايدك طب روق على حالك اديني الكاش ده بس كارت ايه بس الفلوس خلاص كده كفايه فلوس ماشي يا عم وبعدين انت ما وصلتنيش اتبسطت اتبسطت وزفناك والدنيا حلوه وبتاع. يعني ايه اتبسطت؟ الناس دي ناس دي وجريه الاول قعدت معانا وحشه ولا ايه؟ جبت عرق باشا انا جبت عرق باشا الناس دي وجريه انا جبت عرق باشا جبت عرق باشا جابوا منين؟ اوريك العرق باشا جابوا منين؟ وشه يا باشا فين تاني؟ وشه يا باشا فين تاني؟ ده يا باشا تركز معايا يا باشا ركز بقى يا باشا خلاص مشكلتنا يا باشا عايزين 50 جنيه كمان زفيت والدنيا حلوه انزل يلا انزل يلا انزل يلا اوعى ايدك يلا اوعى ايدك دي شويه انت انزل واحنا هنجري انا مش نازل بس خلاص طب روق انزل يلا افتح العربيه يلا افتح العربيه يلا ده انا هدش لكم لا ما تشملش بقول لك ايه افتح افتح لهم الباب افتح لهم الباب طب خلاص خلاص انا مش هجري مش هجري بص انا معاك على الحرام ما يسيب حد فيك خلاص خلاص انا عايز انا اسود فاهم ازاي ولا اي اوعى يلا مش انا اوعى يا اسود انزل يا بنت انزل لا انت لا انزل ورا بوش لا 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 مش هنقدر انزل انزل سيب البنت خلاص خلاص انا بنصور بنهزر بنهزر اقسم بالله مش هقدر اكمل انت هتبدا تفرمني الفلوس بقى ظروفها يا عم الفلوس هتاخدها والموز هتسيبها وهتتجع خلاص بقى ما طلعت موزه بلاست لا يا عم مفيش الكلام ده نزيع فين فايت نصر يا باشا؟ مكرم الدين احسن ناس يا باشا اسم الكريم ايه بقى؟ اسلام حبيبي يا عم اسلام حبيبي اقسم بالله ارفع الشعاره طبول واستئذان سلام حضور استقبال للمعلم اسلام باسم الصحبه الطيبه باسم الجمع السعيد كله خدت بالك من ذمتك ايه رايك؟ من حبنا حبنا شر متاعنا متاعه ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه لا 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 خد يا باشا يا باشا نور الدنيا يا صاحبي كبيرة احلى مسا على عيونك الحلوين يا باشا سمعني شعار ابدع طبول سمعني شعار ابدع طبول بيع وضيع بيع وضيع اسلام بيع ايه اسلام بيع واحد اسلام اسلام بيع اتنين اسلام بيع اتنين ارفع الشعار لاسلام بيع اسلام بيع اسلام بيع يعني بيع وضيع خلاص خلاص الراجل زي اتزلت مننا بصراحة مش عارف ايه بصراحة يا عم احنا بنحتفل جد والله ده كتير اقسم بالله كتير مفيش حاجة كتير عليك مفيش حاجة كتير عليك لا 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 عيب عيب يا جماعه بيغلط فيا يا عم ايه ده محدش يضايق السولو بيغلط فيا السولو ما عنده تشكه في تكه شكه في تكه شكه في تكه الشكه في تكه نسيني يا عم الشكه في تكه الشكه فين الشكه فين ايوه الشكه في تكه اقول لك على حاجه اقول لك ايه يا باشا اقول لك على حاجه عشان انت حبيبي جنني كده
غني بس كده صوتك ممكن يبقى حلو تشتغل معانا في الفرقه. يا عم غني بلا نايم ومعانا قبل العيش في الفرقه. بص يا صاحبي ارجع انا مش صاحبك يا عم. يا لا يا عم انا مش صاحبك. اسمع مني بس انا عايز مصلحه. لا يا عم بس ده كده انا عايز مصلحه. اوعى يلا طب اسمع مني ارجع يا عم انت اسمع مني ايه يا بت انت مولود عشان تبقى رقاق. اوعى يا عم انا ماليش في الكلام الفاضي ده. انت رقاق يا عم اوعى ايدك تسيبنا. انا فاهم الراجل. اتفضل بعد اذنك. اتفضل هو مش عارف مصلحته. اوكي اتفضل انت اللي عارف مصلحتي يعني. اتفضل طب وريني مصلحتي دي ايه. مسكتك من الرقاق مسكت رقاق. قعدتك على الكرسي قعدت رقاق. طب اهدى بقى كده واحد الله يتوصل كلامك معايا كلام رقاق. قعدتك عليك ما تخرجنيش. قعدتك قعدتك وانت مديهم وشك قعدت ايه رقاق. انت بتطبله. انت مش عارف مصلحتك ايه. سيب لي نفسك حبه هقول لك على المرايه. انت محتاج مني دفعه. عارف ليه يا اسلام وهقول لك احلى كلام. انت لازم تيجي معايا هتشتغل رقاق. حالك شايف انت اساسا مولود رقاق. هديك كده خلاص اقسم بالله كده هديك يعني يا حبيبي. ده يا بابا وابني رقاق اقسم بالله. بس ده كده ولا اقعد ياه. اقعد ياه. يا اوعى يا جدع. اوعى بس. لا 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 انت اسمك اسلام الرقاق. انت رقاق. خد يا جدع رقاق. اوعى يا عم. ولا تموت ياه. اقعد يا ولا. ولا. طب انزل لي ده. خد يا ابني ده حرام انك تفتح يا ابني. نذيع الحلقه دي؟ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الناس يا عسل. الله يخليك يا ولد. الله يخليك. اسمك الكريم ايه بقى؟ اخوك ناصر خلف. ناصر خلف. ايوه يا باشا. انت بقى ابو كريم ولا ابو علاء؟ لا ابو مصطفى واحمد. ابو مصطفى واحمد. انا هسمعك قد عسلين. معلم ابو مصطفى. مصطفى اب 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 حبيبي يا عم مصطفى. يا ملك ملك. انت ملك انت ملك انت ملك المطاريد. طريد ايه يا عم انت ملك الجبل ولا ايه؟ استئذان سلام حضور السلام. ايه يا عم والصلاة على النبي. ده في الدنيا. اركب يابا. اركب يا عم. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ يا عم في كل شيء. ايه يا اسطى في ايه؟ الناس تعبانة. انت مش كده لما تيجي الناس تموت. ايوه يا عم سلام. يا عم ضليت وين؟ ايوه يا عم. يا جدع يا جدع. يا ناس خلاص. انت يا ابني انت اهدى شوية يا ابني انت. يا كتير قلبي حكايتنا عربابا. مجرمين ولا ايه؟ انت بتركبهم ليه يا اسطى دول؟ بتحتفل بيك ابو مصطفى على ما تحتفلش بيا ولا تنايل بيا يا جدع. انت حرق وجري. يا رم يا رم انا حجري. يا رم انا حجري. يا رم يا رم انت حرق وجري. خلينا هنا. عليا عليك معتين. عليك عليا عليك. ايه؟ ما قلناش تطلع عليا. يا راجل ايه؟ تطلع عليا. يا راجل استعد. انا فاهمك اهو. اسمع ايه يا باشا؟ انا جنين انا بعفوك. ايه يا باشا؟ والله يا باشا. اسمع قول يا باشا. الله يخرب بيتكم. ايه ده في ايه يا ابني؟ سمعني سلام. ايوه ذهب الجد. لا 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 ايه كلامكم ماسخ يا راجل. لا والله في ايه؟ هو انت مش من قدر الفن؟ بس يا بت انت ايه حرمه غير تحشمك فيها؟ وشنبو ما راويش مالكش دعوه بشنبو. بتهزروا ايه؟ كاميرا خفيه. كاميرا خفيه ايه؟ والله يا ولد الخربور. لا وريك خربور. خد حقك. والله هنا وريك خربور. اقسم بالله انا عشان غريب يا عم. انت غريب ولا لا؟ والله انت مش غريب يا عم. انت امال ايه؟ هو دماغنا والله. هو اللي بيجي لكم تعملوا فيه كده؟ نذيع الحلقه دي؟ نذيعها؟ يلا بقى عمده.
كل سنه وانتم طيبين. تاكسي